انضم الينا سيد جهاد حرب المحلل السياسي من رام الله. تتابع معنا سيد جهاد يعني حديثنا ونحن نتابع هذه الحرب على غزة في يومها السابع. يعني كما تفضل ضيفنا دكتور ايمن شاهين وقال في كل أزمة تواجهها القضية الفلسطينية ربما حتى منذ عشرات السنوات نتحدث عن إرادة دولية، نتحدث عن موقف عربي أكثر وضوحا. طب ما الجديد، يعني ما الجديد في الإرادة الدولية والموقف العربي، وما الجديد في الأزمات الفلسطينية كذلك؟ يعني أولا عند الحديث عن الإرادة العربية أو التطورات على العمل العربي نحتاج أولا الحديث عن الإرادة الفلسطينية، والإرادة الفلسطينية تتجسد في إرادة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي عبر الوحدة الوطنية باعتبارها السلاح الرئيسي والمركزي للفلسطينيين، ومن ثم تتبع هذا الأمر أي الفعل الفلسطيني يتبعه الفعل العربي والإسلامي والدول. ولم نكن موحدين أو أقوياء، لن يكون خلفنا أي من الأصدقاء أو الأشقاء، وبالتالي نحن نتحدث أولا عن فعل الفلسطيني بالأساس، ومن ثم عندما تنتهي الخلافات التي بين الفلسطينيين ذاتهم تبدأ العملية، عملية الدعم والإسناد. ونتحدث عن التضامن، نتحدث عن الدعم والإسناد باعتبار أن الدول العربية أو الشعوب العربية أو الأمة العربية هي الجبهة العريضة لمواجهة لمساندة الفلسطينيين في كفاحهم لتحرير فلسطين. دون ذلك لن يتمكن الفلسطينيون من جلب هذه المشاركة الفاعلة والمساندة الفاعلة للفلسطينيين. لكن في ظل الضعف الفلسطيني الداخلي أو الانقسام الفلسطيني والضعف الفلسطيني أصبح هناك تشتت أيضا في الموقف العربي واختلافات. ولكن سيد جهاد اسمح لي، يعني هذه نقطة كذلك في غاية الأهمية وكذلك في هذا التوقيت هي نقطة في غاية الحساسية حقيقة الأمر. يعني نحن نتحدث عن حرب على قطاع غزة، نتحدث عن ضحايا يقعون، نتحدث عن بيوت تهدم فوق رؤوس ساكنيها وليس لهم غيرهم مأمنا. يعني حتى لذلك ندعو دائما الفلسطينيين للتوحد في إطار هذه المعركة. هنا السؤال يا سيد جهاد اسمح لي هنا السؤال، إذا لم يوحدهم ما يدور في غزة، ما الذي سيوحدهم إذا؟ هذا ما ندعو إليه، ندعو في هذه اللحظة التاريخية الفارقة عندما توحد الفلسطينيون في المعركة في المواجهة، فلسطينيون 48، فلسطينيون القدس، فلسطينيون غزة، وفلسطينيون الضفة الغربية، جميعهم توحدوا في الميدان في إطار المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي بغض النظر عن الأهداف أو الآثار المترتبة على ذلك، وكذلك بغض النظر عن العوامل المؤدية إلى ذلك، لأن في كل كيان جغرافي هناك مجموعة من العوامل الخاصة به، لكن المسألة الجوهرية والأساسية هو التمييز العنصري الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، مع مطريق من كما يقول الفلسطينيين من البحر إلى النهر. ثانياً الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية محتلة عام 67 والتي تتعلق بحق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم وإقامة دولتهم وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. هذه هي العوامل الأساسية بالإضافة إلى الممارسات الإسرائيلية التي تستفز العمل الفلسطيني. نحن نقول هذه فرصة تاريخية لتوحيد الفلسطينيين وإنهاء هذا الانقسام البغيض وأن يصطف الفلسطينيين موحدون. ومن هذا المنطلق نقول في البداية عدم أن خروج أصوات مشاذ في أي لحظة في الوقت الذي يخوض الشعب الفلسطيني معركته ضد الاحتلال الإسرائيلي ويخوض قطاع غزة معركة شرسة مع هذا الاحتلال، مع هذا العدوان الذي أطال الحجر البشر والحجر وحدد الآمنين في بيوتهم. انظر إلى الجرائم التي ارتكبها خلال اليومين الماضيين ضد المدنيين وقصف البيوت، ومما أدى إلى قتل أطفال عزل ونساء، وهذا يحتاج إلى مزيد من الضغط الداخلي لتوحيد الفلسطينيين من ناحية، وأيضا الاستمرار بالنضال في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. طيب سيد جهاد، ربما هذه للأسف يعني ليست الحرب الأولى على قطاع غزة.
طيب إنما في هذه المرة يعني في هذه الحرب ربما الشعارات تختلف بعض الشيء، يعني الفصائل الفلسطينية ترفع شعار إن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا، وتسمي موقفها بسيف القدس، بينما إسرائيل تتحدث عن عملية طويلة الأمد تحمي أسوارها الوهمية، يعني حارس الأسوار يعني. وهنا السؤال، 7 أيام حقيقة صعبة للغاية يعني على المدنيين، صعبة للغاية يعني. طيب وإلى متى؟ يعني ليس حتى الآن بعد جلسة الأمن، جلسة مجلس الأمن، ليست هناك أي بارقة أمل، حتى جهود التهدئة تتعثر. طيب ما هو المخرج برأيك؟ لا أعتقد أن المؤشرات تدل على أنه في يعني قرب البدء ب أو فعالية الوساطات القائمة، بغض النظر عما سمعناه اليوم من فشل هذه الوساطات. إسرائيل تأن تحت ضربات، وهنا عندما أقول تأن لا يعني أنها يعني بدأت خسائر فادحة، إنما تأن لأن المعادلة أصبحت مختلفة. معادلة الربح القائمة لدى الاحتلال الإسرائيلي لم تعد قائمة كما كانت قبل هذه المعركة. التواريخ التي تنطلق من قطاع غزة تصل إلى مناطق بعيدة إلى المدن في إسرائيل، وبالتالي الحرب النفسية التي تشمها هذه التواريخ، نحن ندرك إمكانيات المقاومة الفلسطينية المحدودة مقارنة بالإمكانيات العسكرية الهائلة التي تمتلكها إسرائيل وجيشها ومعداتها ودعمها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن. لكن لها التواريخ التي وصلت إلى تل أبيب وإلى القدس وإلى مناطق أبعد من ذلك كما هو الحال إلى إيلات أو مناطق إيلات، في ظني أن لها تأثير نفسي واسع على الإسرائيليين، وهناك بالإضافة إلى التأثيرات المادية والخسائر المادية التي رصدت خلال هذه المعركة وإلى الآثار الاقتصادية، خاصة أن إسرائيل خارجة من معركة كورونا إذا جاز التعبير. بالتالي نحن نتحدث عن معادلة جديدة، هي تتعلق بأولا أن قوة الردع الإسرائيلية لم تعد قائمة كما كانت قبل ذلك قبل هذه المعركة، وثانيا أن الفلسطينيين جميعا موحدون، وهي للمرة الأولى على المستوى المادي على المستوى الوجداني الفلسطينيين موحدون في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وفي حقوقهم وأيضا في رغبتهم بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. لكن اليوم موحدون في الميدان ماديا في مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، وهذا في ظني يتعلق بالإجراءات الإسرائيلية التي ذكرناها قبل قليل من مغفرة الإسرائيلية وتمييز عنصري مارسه على مدار 73 عاما ضد الفلسطينيين في عام 48، والاحتلال الصنعي إحلالي استيطاني إحلالي في الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس طبعا. لذلك المسألة هنا تتعلق بالمعادلات الجديدة التي فرضتها المعركة أو فرضتها طريق قطاع غزة وفرضها الشعب الفلسطيني وجماهير شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وفي القدس وفي الأرض 48. وبالتالي نحن نتحدث عن رغم ما قيل هذا اليوم من ابتعاد هذه الوساطات أو فشل هذه الوساطات، إلا أن أعتقد أن خلال يومين القادمين ستكون نتائج مختلفة بعد الفشل الذي منت به الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة. طيب كيف ينظر يا سيد جهاد داخل إسرائيل إلى فاتورة هذه الحرب؟ كيف ينظر إلى الخسائر؟ كيف ينظر إلى رد المقاومة الفصائل الفلسطينية مثلا؟ يعني أولا نحن نتحدث عن الخسائر المادية والتي نشاهدها سواء في البيوت أو في السيارات أو في الخسائر التي نشاهدها فعليا، لكن هناك خسائر أخرى وهي خسائر اقتصادية غير المباشرة. نحن على أعتاب، على سبيل المثال نحن على أعتاب فصل السياحة، فصل الصيف الذي يأتي به ملايين السياح إلى إسرائيل، في هذه الحالة من اعتدام في يعني لن نجد سياحا أجانب يأتون إلى إسرائيل. انظر إلى الطيران الذي تم يعني إلغاء رحلات الطيران إلى إسرائيل في هذه الفترة في الأيام الماضية، التي يمكن أن تأخذ أيام أخرى خوفا من تعرض الطيران للصواريخ
التي تمر فوق مطار تل أبيب. وبالتالي نعم. هناك خسائر متعددة قد تلحق بالاقتصاد الإسرائيلي وهو لا يحتمل اليوم بعد الخروج من جائحة كورونا، وهذا جزء من التأثيرات التي ستتحول إلى احتجاجات شعبية حتى بين اليهود ضد الحكومة أو ضد حكومة نتنياهو الذي يرغب باستمرار هذه المعركة لبقائه أو حتى باستمراره في الحكم. سيد جاد حرب المحلل السياسي من رام الله، شكرا لك.